البلح ينضم إلينا مراسل العربي عبد الله مقداد. أهلا بك معنا عبد الله. يعني قصف إسرائيلي مركز على مخيمي النصيرات وأيضا البريج، هناك أيضا نسف لمربعات سكنية في الشبورة وتقدم لآليات الاحتلال في حي الزيتون، ماذا أيضا؟ مرحبا رويدة، حتى هذه اللحظة لازالت وتيرة القصف مستمرة ومتواصلة على حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة، تحديدا القصف المدفعي، وذلك بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقدمت بعض الآليات باتجاه الحي صباح اليوم في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الحي، تحديدا في محيط الكلية الجامعية وفي منطقة شارع رقم 10 والمناطق الغربية من هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة وتيرة القصف المدفعي مستمرة ومتواصلة على منطقة حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أيضا استهدفت منطقتي الزهراء والمغراقة بالتوازي مع استهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية لذات المنطقة، أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين، وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع. في رفح يواصل الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية الكبيرة في المناطق الشرقية من المدينة والمناطق ومناطق وسط مدينة رفح وكذلك المناطق الغربية. الجيش الإسرائيلي يتواجد في أكثر من محور، المحور الحدودي الفاصل ما بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، وأيضا منطقة المعابر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح، وكذلك الحال منطقة وسط المدينة يتواجد الجيش الإسرائيلي هناك. حتى هذه اللحظة وفقا لشهود العيان فإن الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي يواصلون عملية تدمير المنازل السكنية وعملية استهداف البنى التحتية في المدينة، ومن حين لآخر تشن الطائرات الحربية غارات على منازل المواطنين في تلك المنطقة. لكن المشهد الإنساني رويدة هو المشهد الأصعب حاليا في مناطق قطاع غزة. نحن نتحدث عن فرار مليون شخص تقريبا من المدينة التي كانت هي الأكثر اكتظاظا بالمواطنين والنازحين، تحديدا كان يتواجد في رفح قرابة 1,300,000 نازح، غادرها أكثر من مليون شخص باتجاه منطقتي خان يونس والقرارة وجزء آخر تمركز في وسط القطاع، تحديدا في مدينة دير البلح وسط القطاع. أصبح النازحون يعيشون في ظروف بائسة وصعبة لأنهم يعيشون في منطقة أصلا تعرضت للدمار وللعمليات العسكرية الكبيرة، وبالتالي لم تعد تتوفر فيها أي شكل من أشكال مقومات الحياة في داخل المناطق التي نزحوا إليها، وبالتالي الأوضاع الإنسانية ازدادت سوءا وتعقيدا أيضا نتيجة منع إدخال المساعدات الإنسانية من جهة، ونتيجة أيضا منع إدخال المساعدات الطبية، وهذا هو الأهم بالنسبة للقطاع الطبي الذي لا زالت الخدمات فيها تراوح مكانها نتيجة هذه السياسة الإسرائيلية. واقع المنظومة الطبية هو في أصعب أحواله، مزيد من التحديات ومزيد من المعيقات التي لا زالت تواجه المنظومة الطبية في قطاع غزة بشكل عام، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع وعلى صعيد المساعدات الإنسانية التي تدخل بشكل محدود للغاية وبانخفاض كبير كما تقول المصادر الحكومية في غزة، وهذا يعني بأن مزيد من التداعيات الإنسانية وحتى الحياتية والصحية ستكون ثقيلة في الأيام المقبلة على حياة المواطنين وعلى النازحين بشكل خاص. شكرا جزيلا على هذه الإحاطة عبد الله مقداد مراسل العربي من دير البلح وسط قطاع غزة.